طيب خبز البناتة رح تحتاجوا لثلاثة كوب طحين، بيضة، نص كوب زيت شعبان أو زبدة، معلقة صغيرة من الملح ومي للعجن. حطيت الطحين عليه البيضة عليه رشة الملح تمام وعليه معلقتين من زيت شعبان، بس رح اعجنهم بالفاص عشان بعد الفاص نشكلها انا وياكم. هلا عملنا العجين، العجين بتاخذ العقل، بس اللي انا بعمله كثير غلط انه انا بعد ما انا عجنتها اخذها واشكلها، كثير غلط، لازم اتركها ترتاح تقريبا نص ساعه. وهاي النوع من العجين بتقدروا تستخدموا فيها الطحين الاسمر عادي وتخلوها ترتاح نص ساعه، بعد نص ساعه بدكم تشكلوها، ولازم تغطوها بزيت او بسمنه او بزبده. هي انا تذكرت اني انا عامله من الجاهز اللي انا عمليته عشان اورجيهم قد ايه العجينه كثير حلوه وقد ايه طريه. طلعي تقدري تفرديها بكل سهوله، ولازم تكون رقيقه، لازم تكون رقيقه لانه هتبطل رقيقه مع الوقت. اللي هي راح يصير انه يا بتتنوها بهاي الطريقه، اها يعني انا بس على السريع بدي اورجيكم، بدي اورجيهم من اللي انا عمليتهم العجينه، هاي العجينه، ولازم تحطوا سمنه او زيت تحتها تمام. اجمعهم برضو العجينه كلها زي ما هي، بدي اجمعها بعد ما فردتها بهاي الطريقه، ما تستغربوا. طيب هلا امتياز، كيف بقدر يميزوا انه هلا العجينه ممتازه انها تكون كثير طريه زي ما احنا شايفين؟ 100% بس هاي لانها مرتاحه كثير، هاي انا عامله من امبارح كميه وضلت مرتاحه، بس هي بدها ترتاح نص ساعه، يعني هاي زياده مرتاحه. طب هم كثير زياده يعني هيك بتزبط وهيك بتزبط، هيك بتزبط وهيك بتزبط. لا لا مش ضابطه الصراحه، هاتي نعمل من هاي، هاي كثير كثير مرتاحه. طيب ممتاز، هيك عشان نشوفه بالضبط كيف. لا 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 هاي مرتاحه من امبارح، بس انا ما بدي اياها تكون مرتاحه من امبارح، هاي اللي عملتها هلا بدنا نتركها ترتاح نص ساعه بالضبط بعدين افردها. هلا ليش بدي اتركها ترتاح نص ساعه؟ كل ما تركتها ترتاح كل ما فردت معي اكثر. عرفتي كيف؟ كل ما امورها صارت احسن، عرفتي؟ اوكي شايفه، عشان ضلها تصير هاي طلع اسم الله عم تفرد معاي، بس طبعا بتغلبني اكثر لانه مش مرتاحه العجينه. هلا خبز البراتا اللي عم تعملي لنا اياه هو يعني بالمطبخ الهندي بدل الرز مثلا؟ مزبوط، لانه هن عندهم كثير يخنات مش زينا، شايفينها هي عم تفرد، بس كل ما ريحناها رح تفرد معاي اكثر ورح تصير معاي احلى. لاحظوا اني انا دهنت زيت. هلا في طريقتين، يا بمسكها بتنيها بهاي الطريقه ما احلاها، شايفين كيف؟ هاي لانه عم بقدر اتحكم فيها العجينه زي المروحه، انا عم بشوفك على الشاشه، بعدين بمسكها بلفها بهاي الطريقه تمام. وراح اتركها ترتاح كمان 10 دقائق قبل ما افردها، شايفين كيف؟ ما انت هتشوفيها كيف راح تصير يا مروه، بس سميكه يعني مروه. لا لا لا, لا انا مش راح اخبزها هيك يا جماعه. هلا بدكم تتركوها ترتاح عندكم شويه وقت، نفرد واحده ثانيه اورجيهم كيف كمان بيقدروا يشكلوها، بس لانه العجينه عندي مش مرتاحه كثير مغلبني في الفرد، بس انتوا لما تريحوها عندكم بالبيت تقريبا نص ساعه رح تشوفوا لحالها رح تفرد لحالها، ما رح تغلبكم ابدا ابدا ابدا. بس احنا للسرعه وللاستعجال خلني اجيب الشوبك رح سهل عليك. اوكي هلا انت هيك عم تعطينا اكثر من طريقه ممكن نستفيد 100% 100% وكلهم بزبطوا، بس اسم الله العجينه بتاخذ العقل، لما تتركيها بالبيت ترتاح رح تفرد معاكي بطريقه كثير حلوه وكثير سهله، لانه انت بدك ترجع تفرديها مره ثانيه وثالثه. طب امتياز، بنقدر نخزنها للعجينه بالفريزر؟ لا لا لا، هاي النوع من العجينه، هي شايفين هاي مرتاحه من امبارح ولا حتى قدرت اشكلها. صح يا توتو؟ لا رخت كثير قبل شوي شفناها 100%، بس برافو عشان يشوفوا يعني اكثر كيف بتطلع كل النتائج. بعدين شفتي هذيك كيف تنيتها؟ هاي رح اعملها بهاي الطريقه، رح اضمها هيك مزمومه. ايون هيك، طلعي كيف يصير فيها زي طعجات بهاي الطريقه. لاحظوا انه العجينه مش مرتاحه، بدي اياكم بالبيت تريحوها نص ساعه بعدين بعد ما نشكلها هذا الشكل ترتاح 10 دقائق، وبرضه بدي الفها بهاي الطريقه. ليش؟ ليش؟ بس ترتاح 10 دقائق هيها، بدها تصير بهذا الشكل. وبتفرد لحالها وبنخبزها؟ 100%، بنرجع نعملها بهذا الشكل. زي كانها رغيف دائري. اوكي. وبكون عندنا مقلاية على النار. مش بالفرن امتياز. لا 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 لا، بيكون عندنا مقلاية على النار منها، بس عشانها مش مرتاحة، بس هلا بعشر دقائق هدول بيكونوا مرتاحين. تفردوها كتير منيح، وعندكم السمك اللي بدكم اياه هي مش لازم تكون كتير سميكة. اوكي. بيكون عندي هون معلقتين من الزيت او من السمنة او من الزبدة. طيب امتياز، عم بيقولوا لك بنقدر نستعملها للشعيبيات؟ للشعيبيات العجينه هاي بيقدروا. بيقدروا ناخذها بالمقلايه المدهونه زيت وبحطها فيها، وبتكون حاميه المقلايه 100%. ضروري تتركوها، انا ما ريحت العجينه يا جماعه اختصارا لا الوقت، بس لازم زيت
ولما نفردها تكون مرتاحة 10 دقائق، يعني كل ما ارتاحت كل ما فردت معكم. أنا هيك بعتبرها مغلبيتني. يعني أنت في البيت 3 ثواني بتكوني فرديتها بتفرد بسهولة، بتبين بطريقة كتير حلوة. تمام. هلا عم بتقول لك اماني شكلها صعبه عجينه البراتا. لا 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 يا جماعه، بس انا مو مريحيتها عشان مريحتها. بس بتحطيهم هاي الصوره 100% انا مو مريحيتها بالبيت، بدها ترتاح. وعندي الكفته مساله كمان خلصت. يا شوفي هلا عم بسالونا عن الخبز. على فكره انا لما اكلته قبل شوي البراتا ما احلاها ما شاء هو الله. مالح نوعا ما بس لا زاكية. لا ما فيه ملح. لا يعني هو بتاكل كشيء موالح وبتحط عليه شوكولاته عادي وبتحط. لا هو بتاكل مع اليخنات اللي انا عملت لهم اياها اليوم الهنديه، مش عارف منين هي جابت الفكره. لو حطيت الشوكولات ايش المشكله؟ حط زاكية. اللي صح حط اللي بدك اياه اللي ما بيجي معك تعا معه بتعرف المثل. اكتشفت اني انا صايره مسالمه زياده. ما شاء الله، ما هيك بعد رمضان طالعه ما بعرف ليش. الله يهدينا جميعا. الحمد لله. خلينا نشوفها، ما بتاخذ كثير وقت على النار، بنحطها على حراره وسط. اشوف ما شاء الله بلشت تاخذ شكل. هلا بدي اورجيكم ليش عملناها بهاي الطريقه، يعني ليش فردناها ما شاء الله عشان تبين معي طبقات. هلا رح تشوفوها رح تستغربوا كيف تطلع بتجنن. اوكي طيب بدي اقرا مجموعه من مشاركاتكم. لا حسام اكيد رح نتواصل معك عشان تستلم جائزتك. بس خلينا نقولهم على الجوائز يا جماعه عشان كثير عم بيصير موضوع الجوائز هذا. كل اللي ربحوا جوائز معنا خلال شهر رمضان المبارك، احنا كشركه كانوا عطله، تقدروا تيجوا هلا تستلموها من عماره العربيه بشارع عرار وادي الصقره من الساعه 10 للساعه 3:30 او 4 بتقدروا تستلموا هاي الجائزه 100%. طيب عم بيسالونا هون كمان اذا ممكن نستخدم في محلات هنديه خصوصي ممكن ناخذ منها كل شيء امتياز، ولا لازم احنا نروح نلملم من هون من هون؟ لا ليش، هلا ما بقدرش احكي لهم اسم مطعم معين، بس لا بلا في كثير مطاعم هنديه عندنا فخمه. طيب كمان هون مي، اهلا وسهلا فيكي. احكي لهم مي عم بتقول من قبرص، طبعا عم بتوجه سلامها لاخواتها ولبناتها موجودين عندنا هون بالحجر باحدى فنادق البحر الميت، ان شاء الله بيطلعوا بسلامه وبهدات بال. احلى شيف بتجنني من ام احمد، شكرا كثير لك. كمان هون عم بقولوا لك امتياز، بتحطوا نقطه زيت ولا كثير؟ معلقه بالفرشايه حتى انا بحط معلقه يدوب وبقلبها على الجهتين، ولازم نحط على الجهتين. بدي اورجيكم هي جهزت، خليني اخذها على الصينيه هون عشان احطهم. ليش انا عملتها بهي الطريقه؟ سواء هيها اللي جهزت اسم الله، بس تخيلوا هي العجينة مش خمرانة، هذا اللي بدنا اياه يطلع فيها طبقات. بس هي عشانها سخنة، طلعوا معي كبرت كمان. لا هدول انا عمليتهم كبار. فكرت انا بتموت. انت اكلتوا اللي انا كنت بدي. شايفين كيف هيك بدي اياه يطلع؟ هي طلع، بس تكسروها مثلا، نكسر هاي، طلعوا كيف من جوا طرية هشة. لا مش الهشة، الطبقات. طبقات عشان هيك احنا قطعناها بهاي الطريقة، شايفين؟ زي المطبق بالضبط. اصلا هلا نادي عم بتقول لك زي عجينة المطبق الفلسطيني 100% بالضبط.